جديد، حيث شدد البيان الختامي للمؤتمر الأمني العام الأول للقوات المسلحة الليبية على تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجوانب الأمنية بين ليبيا ودول الجوار، وكذلك العمل على مكافحة الإرهاب الإلكتروني ورصد كافة الخروقات الأمنية ومتابعتها وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة داخل الدولة. كما أكد البيان الختامي على أهمية وضع حد للهجرة غير الشرعية التي يتم استغلالها من قبل الجماعات الإرهابية ومكافحة التهريب وتفعيل القوانين التي تجرم حمل السلاح خارج إطار القانون.